سنين بقاله كتير، والملح طالع، الملح نازل، المكنه باظت، اجي الاقي المكنه لسه ما خلصتش، واتاخر هنا على عيالي، مش عارفه نعمل ايه. اعمل ايه طيب؟ وانا تعبت، انا تعبت. ايوه يا ابني المكن بايظ، بنيجي نقعد بالساعه والاثنين والثلاثه، انا باخدهم ثلاث ساعات على المكن بايظ. ساعات المكن البتاع بتجلط الدم اللي انا فيه. المكنه مولعه، الكهرباء مش مظبوطه، مفيش استخدام خالص. يعني مرضى غسيل كده دي يموتوا هم طلعوا كده، مش حد حاسس ولا لاقي حد يستعمله. ندور على المحافظ النهارده، ندور على رئيس الوزراء، ندور على مهندس مدير فني. ما احنا لغايه دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 2 واحده اهي.